الآن مساء الخير أعزائي المشاهدين، وأهلا بحضراتكم وساعة بث مباشر على الهواء مباشرة من خد بالك. الضرائب هي عبارة عن مبالغ مالية نقدية مدفوعة للدولة من مؤسسات ومن أشخاص بهدف تأمين نفقات الدولة وأيضا تمويل القطاعات العامة زي قطاع التعليم والصحة وغيره من الخدمات. علشان كده الضرائب بتكون شيء مهم، وبنؤكد انه ده واجب وطني، وتحديدا علشان الموضوع ده مهم بنستفيد من وجود ضيف متميز في هذا المجال ومتخصص في هذا المجال. هنتكلم ايه هو اجراء القانوني الخاص بفتح الملف الضريبي، واجراءات الطعون والتقدير الجزافي، ومتى يتم اللجوء الى المحكمة المختصة، والاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا والتي لها قوة والزام القانون، والمحاكم بتلتزم بالاخذ بهذه الاحكام. مزيد من التفصيل حول الضرائب هيكون موضوع حلقتنا النهارده، ولكن اسمحوا لنا بدايه نرحب بسياده المستشار ميلاد داوود المحامي بالنقد والدستوري العليا. برحب بحضرتك يا فندم. مرحب بحضرتك واهلا بيك واهلا بكل مشاهدي ميسات كلهم. سياده المستشار، يعني الضرائب بنقول واجب وطني، علشان كده بيعود بالنفع على كل مواطن في صوره خدمات. وبدايه عايزين نعرف ايه هو الاجراء القانوني الخاص بفتح الملف الضريبي. إجراءات فتح الملف الضريبي لازم يبقى في مكان الأول معد هستخدمه النشاط مهني حرفي تجاري أي ما يكون نوع طبيعة النشاط، بيكون معايا عقد الإيجار بتاع المكان دوت أو عقد التمليك أي ما يكون صلة الحيازة لهذا المكان. دي الخطوة الأولى. ده الخطوة الأولى. وإيصال كهرباء حديث، وبتوجه لمأمورية الضرائب أفتح ملف، اعمل محضر مناقشه، بينزل يعمل معاينه، بعد كده بيبقى اروح استلم البطاقه الضريبيه. ده لو فردي. لو شركه اشخاص، بيبقى شخص او اكتر بيعملوا عقد شركه، بيتسجل ياخد صلاحيه تسجيل من السجل التجاري، بعد كده اروح اسجله في قلم المحكمه التجاريه التابع للمحكمه الواقع في دائرتها مقر الشركه، وبعد ما بسجله بنشر في الجريدة. ولو شركة خارج القاهرة، خارج محافظة القاهرة، بنشر في جريدتين، وباخد عقد الشركة بالملخص، وبعد ما يكون تسجل في القلم التجاري بالبطاقة الضريبية بسند الحيازة للمكان بصور البطاقة الشخصية وابتدي أتوجه لمصلحة الضرائب، يبتدي يطلع لي بطاقة ضريبية. بعد ما بحصل على بطاقة ضريبية بروح الغرفة التجارية أطلع حاجة اسمها شهادة مزاولة، باخد البطاقة الضرائب، وبعدين اروح الغرفة التجارية اطلع شهادة مزاولة رخصة التجارة، واخد الشهادة بتاعت الغرفة مع البطاقة الضريبية، واروح السجل بعمل سجل تجاري المنشأة، وكده اكون استوفيت البطاقة الضريبية والسجل التجاري والغرفة التجارية للمنشأة اللي انا فتحتها. طب سيادة المستشار، يعني عملنا الملف الضريبي، هل بتحتسب الضرائب من وقت فتح الملف ولا من وقت بدء النشاط؟ على حسب نوع وطبيعة النشاط. يعني أنا النهاردة فاتح نشاط استيراد وتصدير، فتحت النهاردة على بيل لما أطلع البطاقة الضريبية سجل المصدرين أو سجل المستوردين وابتدي أشرع في مباشرة النشاط بتاعي، ده بياخد وقت. تمام. هنا المحاسبة الضريبية من تاريخ ثبوت الوعاء الضريبي. نفترض النهاردة أنا هفتح مكتب توكيلات تجارية، وفضلت قاعد شغال، وطبق لي في أول سنة قعدت في أول سنة مشتغلتش. طول ما أنا ما عنديش
ما يثبت الوعاء الضريبي انا لسه الضريبه بتاعتي ما اقدرش احددها ما بتبتديش، هي مش عداد بيعد بتاريخ بحاجه اسمها الوعاء الضريبي يثبت ولا يفترض، يثبت ولا يفترض. في انشطه معينه مش هيقدر يبقى فيها تقدير كمان جزافي زي الاستيراد، التصدير، التوكيلات التجاريه، التوريدات العموميه، بيبقى في نسب محدده والواقعه نفسها المنشئه والمحدده للضريبه بتبقى محكومه، مش زي التقدير لما يكون مثلا فاتح النهارده محل او ببيع فيه والكلام ده، التقديرات بتبقى جزافيه. طيب يعني هنتكلم امتى التقدير بيكون جزافي وامتى المنشاه يعني بتقوم بعمل ملفات ونوع الدفاتر الموجوده. ولكن اذا لنا اول تليفون ناخده، ام مينا. مساء الخير يا فندم. مساء النور. اتفضلي يا فندم. سؤال متشكرين على البرنامج. احنا اللي بنشكر حضرتك يا فندم على الثقه. اتفضلي. ربنا يبارك لكم. من فضلك دلوقتي انا بتكلم في ايجارات جديده. الساكن اللي عندي عقده خلص 1/3 وطلب مني مدة عقبال ما يفضي الشقة، وقعد من 3/6 ولسه ما مشيش. بسأل سؤال دلوقتي، ايه الإجراءات اللي اخدها عشان امشيه؟ وعلى فكرة مكتوب في العقد ان هو لو ما دفعش الإيجار يمشي على طول، يعني يفسخ من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او انذار او اعذار. وعايزة اعرف يعني انا ما خدتش منه ايجار من شهر 2، يعني حتى اخر شهر انا ما خدتوش، يعني 2 و3 و4 و5 و6. في تأمين في عقد الايجار؟ لا ما كانش بدفع تأمين خالص. ما دفعش تأمين. طب حضرتك العقد بس مكتوب فيه، هل في نهاية العقد وعدم الاختيار بالرغبة في التجديد، لا هل هيكون العقد يمتد لمدة أخرى مماثلة؟ لا لا لا، هو فسخ العقد في حالة انتهائه أو في عدم دفع الإيجار. شكرا أم مينا. شكرا. شكرا. إيه موقف الإجراء الطبيعي بتعمل له إنذار، كان المفروض قبل نهاية المدة الإجرائية سواء هيتم تسليم العين بالطرق الودية أو بالطرق القانونية. ودي نصيحة للكل، سواء هيتم إنهاء عقد الإيجار بطريقة ودية أو بطريقة قانونية، قبل مدة عقد الإيجار ب 15 يوم أو بشهر يفضل، قبل ما ينتهي بنظر المستأجر بقول له أنا ما عنديش رغبة إن أنا أجدد العقد، وبخترك بإن العقد بتاعك انتهى طبقا للقانون 4/96. طيب إيه أهمية الإنذار ده يا فندم؟ هيفيد في إيه؟ لأن في بعض العقود يقول لك وفي حالة عدم التنبيه بإنهاء عقد يعتبر ممتد لمدة أخرى مماثلة. أنا بمنع الحتة دي أو بمنع الثغرة ديت. صحيح. بس. طيب بعد الإنذار يا فندم نفترض ما خليش، بعمل حاجة اسمها دعوة طرد مستعجلة. دعوة طرد مستعجلة. أمام القضاء المستعجل. أمام القضاء المستعجل. ده بيبقى اسرع يا فندم، اسرع، واستوفي دين الاجره ان انا بعمل له اجراء حجز تحفظي على القيمه اللي انا بختاره بعلنه بالقيمه الايجاريه بكلفه بيها، وبعد كده باخد اجراءات الحجز التحفظي على المنقولات بتاعته اللي موجوده جوه العين. تمام. معلومه مفيده يا فندم، اللي هو انه يتم الانذار، انت انذار رسمي على يد قبل ما ينتهي الميعاد مثلا ب 15 يوم زي ما حضرتك قلت. ده اقل حاجه يعني، يفضل خلينا نبتدي النهارده العقد الايجار هيخلص في شهر 7، اكون من 5 واخد اجراءاتي. تمام. معنا تليفون تاني، الاستاذ سعد. مساء الخير يا فندم. استاذ سعد. الو. اتفضل يا استاذ سعد، سؤال حضرتك. مساء الخير يا استاذ نشأ. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. عندي اشتريت عقار حضرتك مبني دور اول فيه ميه ونور وكل حاجه، واخد مصالحات. عملت فيه دورين. حضرتك اشتريت عقار؟ عقار في الدور الاول يا فندم يعني، ولا كامل التشطيب وفيه خساره وفيه يعني فيه مصالحه فيه ميه ونور رسمي. تمام. عليت عليه دورين، 3 ادوار بدون ترخيص. ايوه فندم. خدت محضر وحكم محكمه حكمت الحكم ب 30,000 الدور الثالث و 20,000 الدور الرابع، والدور الخامس براءه. ايوه الدور الخامس براءه. حضرتك الكلام ده من 8/10/2012. ايوه فندم. هل يثبت الحكم ده ولا ما فيش اي حاجه جتني ولا انذارات ولا اي حاجه؟ وعايز ادخل ميه ونور في باقي الشجر، فايه الاجراء القانوني؟ او مفيش اي يعني، هل سقط الحكم والمبلغ؟ الحكم صدر امتى يا فندم؟
الحكم صدر يوم 8/10/2012. 8/10/2012 ده كان حكم نهائي استئناف ولا معارضه استئنافيه ولا اول درجه؟ لا اول درجه حضرتك. اول درجه. ايوه. طيب حضرتك عايز تعرف الوضع القانوني ايه بالظبط؟ عايز يوصل المرافق كمان. ما عشان يجيب مرافق هيجيب شهاده بما تم في القضايا. طب هو خد طب في اي استفسار تاني استاذ؟ اي استفسار تاني؟ لا شكرا. شكرا يا فندم. بص يا فندم، نص الماده 15 من قانون الاجراءات الجنائيه بتقول تنقضي الدعوه الجنائيه بمضي 20 سنه في مواد الجنح 10 وثلاث سنوات مواد الجنح. أيوة. وسنه في مواد المخالفات. تمام. هنا الحكم عندي 8/10/2012 عدى عليه ما يقرب ازيد من 6 سنوات. كبير. 6 سنوات ونصف. فهنا بيعمل حاجه اسمها انقضاء دعوه جنائيه بمضي المده عملا بنص انقضاء الدعوه الجنائيه بمضي المده عملا بنص الماده 15 من قانون الاجراءات الجنائيه. طب هو يا فندم بيقول انه خد غرامه 30,000 على دور و20,000 على دور، وعلى الدور الخامس براءة. اخد براءه. يبقى هو الاجراء ده الوحيد يا فندم؟ ده الاجراء في كل دور. ما هو هو بعد ما يرفع الدعوه دي ازاي دخل المرافق يا فندم؟ هنا بقى قصة المرافق، هو هيقول له هات ما يفيد من ما تم في الدعاوي ديت. فالدعاوي دي انقضت فيها الدعوه الجنائيه. بس. طب معانا تليفون تاني يا فندم. استاذ عادل. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اتفضل. احييكم على البرنامج. احنا اللي بنشكر حضرتك على الثقه يا فندم، اتفضل. اسال سيادة المستشار في السؤال. تحت امرك يا فندم. معاك يا فندم. سيادة المستشار مساء الخير. مساء النور يا فندم. حضرتك كان عندي كان اخويا قاصر في 87. قاصر في 87؟ في 87 كان الوالده وصيه عليه، هل يجوز يشتري بعقد ارض وبدون ما تمضي الوصيه والعقد بنقص الاركان؟ اشترى ايه يا فندم؟ اشترى 5 اراضيض من الدعم، اشتري 5 اراضيض مني. اشترى من حضرتك 5 اراضيض. والعقد فاضي خالص، مفيش حوض مفيش نمره، وهو كان قاصر. مفيش حوض ومفيش نمره ومفيش تمن ومفيش تحديد ارض ولا حاجه خالص. تمام، حضرتك اللي بيع له. طب ده المشكله عندك انت. ايوه بس انا كان عقد سوري، هل يجوز القاصر يعني ايه عقد سوري؟ معلش معلش حضرتك، يعني انا كان بص زمان حضرتك اولا ماشي. اسمعني حضرتك، اتفضل حضرتك، انا لازم اقتنع بسؤالك وفعلا ان عندك مشكله عشان انا اقدر اساعدك فيها. اتفضل. وحضرتك بتقول اخويا قاصر اشترى مني، يعني انت اللي استفدت. ايه المشكله بقى اللي عندك؟ هل يجوز القاصر يشتري؟ طب بص حضرتك، ما سالتش نفسك السؤال ده ليه قبل ما تبيع له؟ ما كانت الدنيا انا ما اعرفش حاجه، والدنيا كنت راجع من بره ووثقت فيهم والكلام ده، وكان ليا فلوس عربيه ودخلهم في ارض ودخلهم مش عارف ايه والكلام ده. حضرتك يعني حضرتك متضرر من البيع ده يا فندم؟ من 87. من 87. طيب في اي استفسار تاني يا فندم؟ لا شكرا. هل يجوز القاصر يشتري بدون الوصيه بتمضي؟ هو خلاص اي حق ليك ضاع بالتقادم يا فندم. القاصر ممكن القانون اجاز ليه انه يكتسب بعض الحقوق، بعض الحقوق يجوز ليه مباشره التجاره بعد الحصول على اذن من النيابه. طب وهنا العقد يعتبر عقد صحيح؟ هنا بيتغاضى عن في بيبقى في تغاضي عن الاعمال اللي بيقوم بها القاصر، اللي هو يعني واحد مثلا عنده 18 سنه اشترى او حاجه زي كده، هو فاضل له في الاهليه المدنيه وفي في الاهليه الجنائيه. الاهليه المدنيه مش متوفره. بس يجوز التجاوز عنها ما دامت في مصلحته هو. حاجة بتعود عليه بالنفع. لكن بالنفع، لكن ما يجيش مثلا هشتري منه فيلا بخمسة مليون واستغل غبن او هوا واشتريها منه ب 100,000. هنا دور النيابة الحزبية بقى. النيابة الحزبية هنا بتتدخل بالظبط. لكن ده يعتبر بيع صحيح. 87 هو حتى ده تملك بالتقادم. يعني سواء ما مش بالبلوغ السن القانوني تملك بالتقادم. طيب سيادة المستشار، يعني عودة لموضوع الضرائب، انواع الضرائب ايه؟ انواع الضرائب تختلف بالنسبه للافراد، بالنسبه للموظفين، بالنسبه للشركات، كل واحد بيبقى خاضع فيهم لضريبه معينه. يعني بالنسبه للافراد انا عندي ضريبه على الضريبه على الدخل، الضريبه العقاريه، الضريبه على التركات، الضريبه على المهن الحره بالنسبه للمحامين المهن الحره. يعني ايه الضريبه على المرتبات؟ انا باخد مرتب، هي دي الضريبه اللي بتدفع على شريحه الضريبه على الدخل، باجي انا راجل تاجر بياع ايا ما يكون بمارس اي نوع من انواع التجاره، بيبقى ليا الضريبه على الدخل وليها شرايح وليها محاسبه. تمام. ضريبه على العقارات، دي العقارات اللي انا بملكها بيبقى ليها ضريبه اللي هي الضريبه العقاريه. اللي هي الضريبه العقاريه.
الضريبه المهن الحره اللي هي بالنسبه للمحامين، محاسبين، دكاتره، اطباء، المهن اللي هي زي السباك كده، المهن دي. سياده المستشار، احنا بداناها خطوه خطوه وعرفنا من حضرتك الملف الضريبي بيتفتح ازاي والضرايب بتحتسب ازاي. بنسمع عن حاجه اسمها اقرار ضريبي بيبقى سنوي، وهل له مواعيد معينه وايه اللي بيتكتب فيه؟ هو الاقرار الضريبي هو بيبقى بالنسبه للافراد بيبدا من 1 يناير تمام لغاية 30 مارس. بالنسبة للشركات من 1 يناير برضو لغاية 30/4. دي المواعيد بتاعته. بيجي أنا مثلا النهاردة فتحت نشاط ضريبي دلوقتي النهاردة شهر 6 تمام، بعد نهاية 31/12/2019 بيبقى الإقرار بتاعي الجديد بقدمه من 1/1/2020 لغاية مهلة السماح تحتي 31/3/2020. بالنسبة لو أنا شركة يبقى مدة الإختيار بتاعتي بحط فيها فترة الإقرار الضريبي بتاعي اللي هو الفترة ديت النهاردة 6 أشهر من شهر 6 لغاية 31/12. المهلة المحددة لتقديم الإقرار لو أنا شركة بتبقى من 1/1/2020 لغاية 30/4. بيبقى في ضرر سياده المستشار لو انا تاخرت في تقديم الاقرار الضريبي؟ غرامه التاخير، بس هي دي فيها كلام كتير لان هو مفيش نص في الحته دي من ناحيه قانونيه وصار عليها جدل كتير. يعني في تمام. معنا تليفون طيب سياده المستشار ونرجع لموضوع تاني. الاستاذه مريم مساء الخير. اهلا، مساء النور، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم. احنا حضرتك كنا حاجزين شقه في القط التجاريين بمحافظه الفيوم. أيوة. من حوالي 8 سنين دافعين الفلوس، دافعين كل واحد 100,000، ناس كتيرة، أقل واحد دافع 100,000، 180-150، ولحد النهاردة لا عايزين يبنوا ولا عايزين يبيعوا الأرض. يعني ما حدش بنى استلم يا فندم خالص؟ مين اللي باع لكم؟ لا، الأرض لسه موجودة، لا عايزين يبنوا الأرض ولا عايزين يبنوا. نقابة التجاريين. نقابة التجاريين. ولا عايزين يبيعوها. ولا نقول لهم طبعوها يقولوا في مشاكل مش عارفه، مش فاهمين لهم حاجه. النقابه دي ربنا يعني. طيب استاذه مريم، هل اتخذتوا اي اجراء قانوني ضد النقابه يا فندم؟ لا ما خدناش. لا، علشان نرتب افكار حضرتك مع سياده المستشار. كلهم بيقولوا ما تعملوش حاجات قانونيه عشان قضايا وحاجات، عشان ده هيعطل المواضيع اكتر ومش عارفه ايه والكلام ده، ومخوفيني. تمام، في اي استفسار يا فندم؟ لا، هو المفروض العقود نفسها ميعاد التسليم امتى ومين القائم بالاعمال، والنقابه لما اشترت الارض هل اسندت عمليه البيع لمقاول؟ ممكن النهارده التاخير يكون من النقابه نفسها. كده مع مقاول دكاكيني كده، والمقاول جاب مش عارفه المول حاجات وبصها هنا في يوم وليله لما حاجته ومشي وما شفناش وشه لحد دلوقتي. ولا ده الارض زي ما هي، لا عارفين يبنوها ولا عارفين يبيعوها. طب والارض دي متخصصه لنقابه التجارين منين بالظبط؟ نقابه التجارين في محافظه الفيوم. ايوه، المستشار بيسال النقابه خدتها منين؟ النقابه خدتها منين؟ الارض؟ لا احنا عارفين موقعها وشايفينها يعني، بس خدتها من المحافظه، خدتها من هيئه المجتمعات العمرانيه. ما اعرفش، ما اقدرش اقول لك منين. طيب استاذه مريم، بالنسبه لصياغه العقد في شروط جزائيه، في ميعاد للتسليم، في بيانات يعني ممكن تفيدينا بيها؟ لا ما فيش، احنا كنا بندفع الاقساط في البنك من غير عقود؟ من غير اي حاجه، هي ورقه بس ان احنا تثبت ان احنا لنا شقه. بايصالات تسليم فقط يعني؟ نعم، إيصالات تسليم بس. طب لما تتبني. طيب ما فيش الجمعية العمومية من عقدت وعملت مثلا ناشط كتير عقود الجمعية بتتعمل كتير، ونطلع ومن مرض كده بلا حملك، ولا نعرف ناخد منهم رأي، ما بتاخدوش أي قرارات يا جماعة. أنتوا قوتكم في اتحادكم مع بعض إن تاخدوا إجراء قانوني معين ضد النقابة، لأن كده أنتوا بيعرض. ممكن يا فندم تقول لنا إيه الخطوات القانونية؟ شكراً أستاذة مريم. إحنا دافعين 170,000 عن نفس دفع من 8 سنين. من 8 سنين؟ آه. لشقة المفروض العائد بتاع حضرتك بيقول في شقة إيه؟ شقة في نقابة التجاريين في البرج اللي هيبنوه ده. في البرج اللي هيبنوه. آه. تمام. ولا الهوا ولا أي حاجة. شكراً أستاذة مريم.
وده كده ايه الاجراء القانوني يا فندم نعمله هنا؟ لازم ده في اجراء يبلغوا فيه النيابه بالنسبه للموضوع دوت. طب ايه الخطوات يا فندم الاستاذه مريم وغيرها من الحاجزين؟ يقدموا بلاغ للنيابه العامه ضد ال بلاغ للنيابه العامه للنيابه العامه ضد النقابه. وايه الخطوه الثانيه يا فندم؟ احتياطين يرفعوا دعوه حراسه. دعوه حراسه يبقى بلاغ للنيابه العامه من مجموعه الحاجزين. هم متخوفين، واضح ان هم متخوفين من الموضوع ده، بيقول لهم ما حدش يحرك بلاغ ولا اي حاجه عشان هيعطل وهيعمل. ما هنا عطلانين لا ده في هيبقى لا انت عند حضرتك هم عندهم كارثه مش حاسين بيها. النهارده الشقه ام 170 على البرج اللي هيتبني كانوا حاسبين على الانشاءات بدون ربح او بدون اي حاجه. صحيح. النهارده وكان ساعتها بيقولوا من فتره يعني كان طن الحديد برقم، دلوقتي بقى برقم تاني. صحيح. مواد البناء كانت برقم، دلوقتي بقت برقم تاني. يعني مستحيل لو هم حبوا يبداوا في البناء هيوفوا الحقوق ديت، هيطلعوا مديونين. تمام. يبقى حضرتك بتنصح الاستاذه مريم انه تقديم بلاغ للنيابه العامه الاول، الجمعيه العموميه الاول تنعقد الترتيب الترتيب نفسه المهم ان هم ينعقدوا تنعقد الجمعيه العموميه الاول للنقابه او الاعضاء او الناس المشتركه ديت ويناقشوا ويرتبوا الخطوات بتاعتهم في ضوء العقد اللي معاهم من النقابه، يشوفوا ايه الصلاحيات اللي في العقد. وحتى العقد لو فيه ان العقود دي بتبقى شبهه اذعان، اي شروط اجحافيه فيها لمصلحه النقابه ضد الاعضاء القاضي بيتجاوز عنها، لان بيبقى فيها شبهه اذعان، لان بتبقى عقود غير قابله للتغيير زي ما بيقولوا كده، لك ان تقبلها ولك ان ترفضها ولكن لا يجوز لك تعديلها. تمام. سيادة المستشار، عودة لموضوعنا اللي هو الضرائب، هنتكلم ايه هو المقصود بالتقدير الجزافي للضريبة، ولكن اذا لنا نخرج لفاصل وبعد الفاصل نكمل الموضوع. اعزائي المشاهدين، فاصل ونتواصل مع حضراتكم.